نمسك الريموت بنشغل التلفزيون وبنبدأ نحضر قنواتنا المفضلة، ولكن كيف توصل هاي الإشارة من القنوات للأقمار الصناعية لعنا بالبيت؟ اليوم في هاي الحلقة بنتعرف على مهنة العمل في البث التلفزيوني. يعتبر القمر الصناعي بمثابة العمود الفقري للبث التلفزيوني. في حلقة اليوم بنتعرف على شخص بدأ بممارسة هاي المهنة قبل 20 سنة حتى يحكي لنا عنها تفصيلياً وعن كيف كانت في الزمن الماضي. أنا المهندس محمد مور، بدأت مسيرتي المهنية منذ حوالي 20 عام كمهندس بث تلفزيوني. مع مرور الوقت اكتسبت العديد من الخبرات على المستوى المهني والإداري إلى أن أصبحت حاليا مدير لمحطات البث. صار في علاقة عشق وحب بيني وبين اتصالات الأقمار الصناعية. طبعا محطات البث هي بتشمل البث التلفزيوني والراديوي وأيضاً بث الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية. ناس تمسك الريموت بالبيت بتشغل التلفزيون وبتحضر القنوات، بس ما بتعرف كيف شو هي العملية اللي بتتم قبل هذا كله. كيف نستلم الإشارة من التلفزيونات وكيف بتم بثها؟ هذا اللي اليوم إحنا نعرفه منك. هلا بعد تجهيز المحتوى اوكي بالقناه التلفزيونيه توصلنا هاي الاشاره، سواء كان من استوديو او من كاميرا، توصلنا عن طريق الفايبر اوكي لعندنا هون عند قسم المحطات الارضيه. قسم المحطات الارضيه الان بدوره بيعمل عمليه معالجه لهاي الاشاره. بالبدايه ببلش ضغط بنسميه احنا الضغط الرقمي، بنضغط هاي الاشاره. بعد هيك بتم اعطائها القدره او الباور الكافي لبثها على القمر الصناعي. القمر الصناعي هو عبارة عن مستقبل ومرسل بنفس الوقت، بقوم باستقبال هاي الإشارة ومن ثم إعادة بثها للمشاهدين على كوكب الأرض. قديش كانت العملية في الزمن الماضي أصعب وبتحتاج وقت وجهد أكبر وأطول؟ هلا الآن إحنا بنحكي عن التطور اللي صار، هو التطور صار على جزئين أو مرحلتين. أول شيء إحنا انتقلنا من البث الأرضي إلى البث عبر الأقمار الصناعية. يعني زمان كان في عنا عبارة عن مرسلات موجودة على أبراج كبيرة أوكي. هاي المرسلات بتقوم بإرسال الإشارة للمشاهدين ضمن نطاق جغرافي محدد وضيق. الآن إحنا بعد ما تطورت التكنولوجيا البث التلفزيوني وصرنا نبث عن طريق الأقمار الصناعية، الآن صار نحكي الحيز الجغرافي اللي إحنا بنقدر نغطيه بالبث التلفزيوني صار أوسع وصار أكبر. نعم، فهنا أول مرحلة. المرحلة الثانية من التطور اللي هي إحنا انتقلنا من مرحلة الأنالوج إلى مرحلة الديجيتال. يعني زمان كانت الناس تركب نسميها إحنا الشبكة الصغيرة اللي كانت موجودة على السطح أوكي، ويستقبلوا عليها الناس إشارات التلفزيون، بس كانت طبعا أكيد يعني الجودة كانت ضعيفة جدا للإشارات، بالإضافة وجود التشويش العالي على هاي الإشارات، فلهيك كانت الكواليتي للإشارة المستقبلية أضعف. نعم، لأن بعد ما تحولنا إلى ديجيتال ولا أقمار صناعية أكيد صارت إحنا الجودة للإشارة والجودة للصورة صارت أفضل بكثير من ما كان عليه سابقا. لما بنحكي عن بث تلفزيوني إحنا بنحكي عن عمل دقيق ودقيق جدا، بيحتاج تركيز جدا عالي. فقدي اليوم هذا العمل عن جد دقيق على أرض الواقع وقديش بيحتاج كوادر بشرية؟ نعم، هو أنت لما تحكي عن الإشارة من استقبالها أو من تجهيزها لحد إرسالها على القمر الصناعي بتحكي أنت عن بروسس أوكي طويل ومعقد بنفس الوقت، فبحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة ومتمرن وذات خبرات بحيث أنهم يقدروا أنهم يعطوا نتيجة ممتازة وكواليتي ممتازة وجودة صورة ممتازة لهي الإشارة. طيب إذا أجينا كمان بدنا نحكي عن دخول الإنترنت على البث التلفزيوني وقديش ساعد وسهل في هاي العملية. الآن موضوع الإنترنت على الأقمار الصناعية هو اللي خلينا نحكي هلأ بلش يعني ينتقل القمر الصناعي من خدمة البث التلفزيوني لخدمة بث الإنترنت. الآن إذا أنت خلص أنت قدمت خدمة إنترنت على القمر الصناعي، معناته أنت صار في عندك أنت تستخدم السوشيال ميديا عن طريق الأقمار الصناعية، صارت تستخدم خدمة الـ OTT، في عندنا خدمة الـ VOD الموجودة هاي زي خدمة اليوتيوب وشا. فمدام أنت وصلت لإنترنت معناته خلص يعني عن طريق القمر الصناعي أنت كل السوشيال ميديا وكل الستريمينج اللي نسميه تقنية الستريمينج والبث على الإنترنت بتكون موجودة، سواء كانت على القمر الصناعي أو
على الانترنت العادي. شوف كمان اقمار باحجام كبيره باحجام اصغر، كمان ستلايتات باحجام كبيره باحجام اصغر، ايش الاختلافات؟ هلا الاختلافات احنا الاحجام الاكبر اللي هي احنا بنستخدمها للبث للقمر الصناعي. انت القمر الصناعي لازم توصل اشاره اوكي بقدره محدده بحيث انها تتوافق مع الاستقبال اللي موجود على القمر نفسه او خلينا زي اللي بنشوفه هناك. نعم اوكي. هاي الدشات الصغيره هي الدشات اللي بنستخدمها للاستقبال. احنا تقريبا هون يعني الموقع الجغرافي للاردن جغرافيا هو موقع مهم جدا بالنسبه لتغطيه الاقمار الصناعيه، بس الاقمار الصناعيه هي موجوده على خط الاستواء كلها، فاحنا كموقع جغرافي بين اسيا وافريقيا خلينا نحكي ونقطة ربط مع أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط كموقع جغرافي ومهم جدا أوكي لتغطية الأقمار الصناعية بالنسبة لنا. هلا إحنا تقريبا حوالي بنبث ما يقارب 250 قناة تلفزيونية على أكثر من قمر صناعي، بنبث على قمر العربسات، قمر النايلسات، قمر الياسات، قمر الآسياسات أوكي اللي بغطي. شو الاختلافات بين هاي الأقمار؟ الاختلاف بين هاي الأقمار هو التغطية الجغرافية. في شيء بغطي خلينا نحكي الوطن العربي، في شيء بغطي آسيا، شرق آسيا، في شيء بغطي جنوب أفريقيا، شمال أفريقيا. التطور التكنولوجي الكبير طور هاي المهنة بشكل كبير وخلى كواليتي الصورة اللي بتوصل للمشاهدين تكون أكبر وأفضل. احكوا لنا شو كنتوا تعرفوا معلومات إضافية عن هاي المهنة.